مرحبا بكم مشاهدين ومتابعي قناه شوف تيفي قناه الشعب قناه صوت لما لا صوت على قناه المظلومين وفتح المستور وتبيين الحقيقه. وكما كتشوفوا حنا كنتواجدوا سوق عوه بالجوطيه ديال لالا زهره. اليوم كما كتشوفوا الاشياء المستعمله اللي كتباع سوق عوه كما كتشوفوا المانات البسه يعني جميع الاشياء اللي كتباع هنايا في سوق عوه كتباع يعني اي حاجه احتاجيتيها هنايا كتباع. سوق هو كما كتشوفوا المانات الطوابل الصنادل كل شيء اي حاجه احتاجيتوها كتباع هنايا في سوق هو كما كتشوفوا. واش نتوما عندكم نفس السوق في المدن ديالكم ولا لا؟ يعني واش نتوما عندكم نفس الاشياء في المدن ديالكم او لا؟ كما كتشوفوا دابا المانات مستعمله، كاين الناس اللي ما يقدروش يشريو مانات جداد، الناس اللي ما يقدروش يشريو مثلا مانات يعني من البلاصه اللي كيتباعوا. كاينين الناس كياخذوا المارط المستعمله كما كتشوفوا في البث المباشر، اغطيه مستعمله عاد باش كاينه الجوطيه كامله عامره كما كتشوفوا في البث المباشر، عامره كامله بالالبسه باي حاجه يعني مستعمله عامره بها الجوطيه كما كتشوفوا. يعني هو ليزار مستعمل ولكن نقي، كاين اشياء مستعمله كما كتشوفوا في البث المباشر بحال الملابس كما كتشوفوا. ولكن بالنسبه للناس اللي بغاو يشريو يعني بحال الاغطيه وبحال هاد الفراشات يحاولوا انهم ملي يشريوهم يعاودوا يصبنوهم، ملي يشريوهم يعاودوا يصبنوهم باش على الاقل انهم ياخذوا شي حاجه نقيه. يعني واخا تلقيتها عاد نقيه ولكن عاود صبنها، كاين امراض كاين بزاف الحوايج كما كتشوفوا في هذا البث المباشر. سعيد يعني كما كتشوفوا في البث المباشر تبارك الله يعني جميع الملتزمات كاينين هنا. لا كاين الناس اللي كيبغيو تبارك الله الكياس كياس صغيرين الحمد لله، تحية لجميع الناس وتبارك الله. الناس اللي بغا يشري يجي هنا الجوطية يجي عند الناس راه كيجيبو الكياس الغالي، بلاصة غتشري لبسة من القيصرية ب 5000 6000 غتجي هنايا غتشريها ب 2600 تشريها يعني رخيصة الثمن المناسب. اخويا سعيد ياك السوق هو هنايا واللي كيجي من هنايا راه غيجي في السوق راه غيلقى سعيد غيبقى سعيد هنايا على البدي. سعيد كيحط يلاه نقينا كتحط ولا كتحط؟ لا كنجمع صافي غادي نجمع صافي اللهم يسعدك. مشكور الاخ المهدي على الحضور ديالك وعلى صراحة الله يعطيك الصحة. والله عجبنا خو المهدي اللي بغى يجي عند سعيد ابني هنا. يجي عند سعيد هو تيتشجر خلاص انسان يمشي للقيصرية غيشري له 300 500 يجي هنا راه يشريها بحال زوينة. وفين السوق هو؟ السوق هو الله يرحمه السوق هو تقداو منه تبارك الله. لعابة تقداو من السوق هو. شوف كيف تشوف اللباس اللهم بارك. دور لهم اخويا مهدي. شوف الفراشة الدريات وراكي تسمى السوق هو راه خاص كل شيء باه. عبد الرحمن جلعت تلا ورينا ان شاء الله يجيب نهار غتشوف شي شي السلعه ان شاء الله. سعيد كيخشي صافي كيخشي في السلعه. اجمع خويا سعيد صافي صافي دار على دار على شرجع دار على شرجع صافي كحلا. دور لهم اللباس ديال الجروب اللباس ديال صحاب الدقه المراكشيه كلشي كاين اللي بغا شي يشري ويرقم راه يستيش العيبه شي فيستا لصناها جيد الداودي. مرحبا كلشي كاين. هادي السلعه ديال درب عمر اللي بغا يجي يتخضى موجوده اللي بغا شي لعيبه ديال الجروب اللي بغا شي هادي الخير شي لافيس شي لافيس واحد لافيس اخويا المهدي واعره ديال حميد المرضي. هادي قويه هادي ديال حميد المرضي كيلبسها حميد المرضي. والله قريطه اخويا ديال المراه ديال باش تعرفوا الناس انتو دايرين البروجي ديالهم. ها هي ان شاء
شابول اخويا كلشي ديال الله. كاين اللي ما عندوش باش يشري حانوت، كاين اللي ما عندوش باش يشري حانوت كيدير كاريطه كيدير شي حاجه اخويا. الفراشه هنا تبارك الله، الفراشه ديال الناس ديال المانط، المانط اللي بغى المانط، اللي بغى المانط اللي بغى المانط اه اللي بغى يصدر من اس فيه، اللي بغى اللي بغى المانط اش بكون شي شي مرحبا فهمتيني. اللي عندو شي ترونسفير، اللي غادي ترونسفير اللي غادي ترونسفير مرحبا. دور لهم الاخ، دور لهم بوديزات الخيم ماتي، كلشي كلشي كاين بوديزات جاكيطات. اللي بغى يصاوب العصير بوديزات، اللي بغى يصاوب العصير خويا. راه كاين هنا واحد النسبة ديال الناس اللي كتعاني بزاف، على الناس هادو راه خاصهم يديرو لهم شي سوق. حنا مدايزين تصرفوا على الله، ولا شفت عليهم البرد عليهم. على الاقل الناس شوفوا من حالة الفئة اللي مهمشة في المجتمع، راه تا هما لا اله الا الله. راه كاين الناس اللي هنا كيعانيو كيعانيو والله صح. حاشاكم راه كيدوروا على البراك مساكن كيجمعوا الحويجات وكيعطيوهم للمحسنين، كاين اللي كيهزهم من محل وكيجي يترزق فيهم الله هنايا. ديروا لهم شي سوق نموذجي فين هاد الناس تا هما يجيبوا حويجات زوينين، يمشوا يتقداو حويجات اللي باقي جداد يقلبوا فيهم البيع. ولكن كيف ما كان الحارة الإنسان غادي مع عندنا في المدينة الجديدة كيعمر، كنطلبوا من الدولة يشوفوا من الحالة ديال الناس هادا. زيد انا سيدي يلاه خدا واحد الكواد راه دوريجينال. بارك الله اللهم بارك، ناس ديال الاوريجينال. الاوريجينال شحال خديت يا خويا؟ هادي خويا 380 درهم. الله عليك خويا، هادي صيفطة زكريا دوريجينال تماما. اللهم بارك يعطيك الخير اخويا. يا سيدي الاخر هادي اخويا سعيد. كلشي كاين، فراس المهرس اي حاجه صاحبك على بالك غتلقاها هنا. كروسه ديال الاسيمه حقه راسك الناس اخويا، كروسه ديال الاسيمه هي هنا راهي كيبيعوا في هاد الديطاج يا اخويا. سوق قلت لك سوق زوين ماشي. اللهم بارك. واللي بغى يخرج عاد يوسف شوب، يوسف شوب راه كيبيع الدوريجين، كيبيع كلشي خويا يوسف شفتيني. سوار في طاك اللي بغى النقره، اللي بغى تشوي فولات، كلشي كاين كلشي كاين كلشي كاين. كيما قال اللي عنده كيدوب لي 150 درهم اخويا. كيما تشوف يوسف كيما قال هاد كيما كتشوفوا مارس خويا. السلام هاي اخويا البياسه اخويا. هادي شحال باغي تباع هادي خويا؟ خويا على البار خويا، حنا خايبين ب 50000 اخويا. الا بغا شي اخر نديرو معاه مزيان. اللهم بارك اخويا، طابلوك على اخويا. الكرطونه ديالها، المسائل، الزيادات، كلشي اخويا. اللهم بارك. مرحبا اللي بغا مرحبا. وفين السوق هو؟ عاد السوق هو اخويا، هادشي كامل موجود عند السوق هو فهمتيني. اللهم بارك. الاخر حنا ما كندوي واحد الاخر، ما كان داوي على راسه فهمتيني اخويا. اللي مرحبا الدراري فهمتيني. ما عاوتاني شفتي حتى الهواتف المستعمله. حتى الهواتف النقاله. هنا كاين كلشي، كاين الناس كيبيعوا تليفونات جداد، الناس اللي كيبيعوا تليفونات قدام، كلشي موجود. هادو التليفونات معروضه للبيع هنا، ناس كيشريو اللي بغا سوايبينات العيبات كلشي موجود. حبوره قبوره كلشي كاين اخويا. الحاجه الوحيده اللي ما كداش في هاد السوق هي الحرام، كلشي كيدار هنا حنا كيبيعوا تليفونات. الدراري كيشريو على راسهم وكيشريو على راسهم. الناس اللي كتبيع في الخدمه اخويا. اللهم بارك. تحياتي شو الخدمه اخويا. ناري ما دا لينا ديالنا. هو اللي بغى لي كارت اجونس اجونس اتصالات درهم بلاش. خلاك الله تولتي كتسمع كارطه بدرهم. ايوا الطابله ديال الجن هادي اخويا. هادي الكارطه هادي الطابله ديال الجن. بارك الله فيك مكتوب مشاهدينا الكرام. تلاقاو دوزات وقت شارك خويا. بلاصتي خويا داوي على راسي. ياسر زوينه عزاري اخويا شاب. مرحبا اخويا مرحبا. اللهم بارك. عندنا البياس وكنخدموا ماشي كنخدموا الخدمه ديال الاوريجينال خويا. الخدمه زوينه شي حاجه داوي على راسها. مرحبا مرحبا خويا. يعني كما شفتوا هادشي اللي كاين في السوق هو، وتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء.